يمكن عم تسأل نفسك ليش اخترتك لهالمهمة من بين كل الصبيان اللي تحت ايدي. ما تتحسس كتير من هالكلمة. ببلدنا فيه مؤسسة الكل صبي كله. مهما كبرت ومهما عليت راح تكون صبي عندي اللي أكبر منك. وانت بتعرف منيح المثل اللي بيقول كلب الأمير أمير. بعرفه سيدي. مو سيديك تعرفه. بديك تعرف تنفذه منيح. كون أمير على مين ما بدك ومعك الصلاحيات الكاملة. بس لما بتفوت لهون بتنسى الأمارة برا وبترجع كلب. بس سيدنا الكلاب بالدنيا كتار. يعني أنا بعتقد أنت بحاجة لنمر. على الأقل هيك المعادلة بتكون مرضية إلي وإلك. يعني لما بدخل لعندك بدخل رأسي مرفوع. يا سيدي إذا معجبتك الكلمة خلص بسحبها. بلا خليك نمر موافق. بس غلطة واحدة ترجع كلب. أبو نبال بدي إياه. بعرف المهمة صعبة كتير بس بشوية ذكاء من عندك وشوية معلومات من عندي بترجع بتصيده مثل الفار. أنا اخترتك أنت لأني ما بدي شجرة. اليوم هذا الواطي جر وفات على جهنم برجليه. بدي اياه ما يطلع منها. وعزت رح يوعى سيدي هذا وعد. طال موبايلك وسجل هاي الارقام لانه رح تكون الشبكه تبعك لتلقطه. بدي اياه عايش. ما تخاف من شيء. اعمل اللي بدك اياه بهالبلد وكانك عايش لوحدك. كل شي بيخطر ببالك تسويه سويه قدام عيون الكل وما تسأل على حدا. انت من هاللحظة هي معك كرت اخضر الحريق الاخضر واليابس. حاضر سيدي. بس انا لازم ارجع على الفرع. يعني اذا بتتسرع القصة بيكون كتير منيح. بتتسرع ومن بكرة الصبح بتروح على مكتبك بدون ما تنتظر حتى تليفون. سجل عندك. احترامي سيدي. ليش ما عم تفتح الباب ولك؟ سيدي أوامر رئيس الفرع أن حضرتك ممنوع تفوت لجوا. افتح الباب ولك. سيدي والله بتبهدل. افتح الباب أحسن لأنزل فحصك. سيدي أنا مو طالع بإيدي شيء وحياة الله هيك الأوامر. ما تبهدلني الله يخليك. شوفي غدا مروف طالب اجتماع الساعة 6. لسه بكير. اجتماع شو؟ شو بعرفني؟ خلصوني بقى. سيدي 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 شباب 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 خير. شوفي الساعة بسرعة اجتماع. عمليا الشباب لسه الساعة 6 بس مقدم رؤوف طالبنا. استغفر الله العظيم. هلا قوموا ضبونا الباقي. قلت لي ممنوع معاه. هيك الأوامر سيدي. وين عناصر يا ابو حلو؟ يلا بسرعه يا ابني.
بعدين تحلاوي سيدي ما توصل جيبه واجي معك يوم لك سيدي تمام يا شو اسمك؟ عزام سيدي عزام سيدي بس ضرب ما بسمح لك لا انت ولا غيرك شو لك لا انت ولا غيرك يا سيدي رح تنضرب وفرقه كمان اطحوا على الارض ورفعوا لي رجلي انت شو عم تساوي هو مشهور اذا بحلي واحد مثلك ومثلك تضربني شو عم تعمل ولا انا سيدك ما بشيش هون ما شيت الهان عزام زيت البارودة من ايدك عشان ما تكبر القصه وتتفعص تحت رجلي لك ما انا فضلك صرت تحت الرجلين اذا صديتها ولا خليتها معي والساحة ضارب ها يلا مبطحان لشوف مبطحان يا عزام يا ابني الموضوع بالحل انا انزعجت منك لانه انت ما بصير توقف اي ضابط تحت اي اعتبار بكل بساطة بتطلع لعند رئيس الفرع بتقول له المقدم رؤوف دخل غصب عنك لك مبطحان ما تفهم يا رب حلق فين غراضي إذا بدك الموضوع يمر بسلام لا تخلي حدا يلحقني وإلا عن جد ما بعرف شو ممكن ساوي عم تفهم؟ سالي من جهازي وقول له انا المقدم فايز رد علي فورا بدي افهم شو صار معك خالص ماشي اضطراب يا سيدي نفس الاوامر مثل ما هي اهلين رؤوف شو صاير سيدي انا تعرضت لاهانه اهانه مستعد تهد الدنيا كلها لحتى امصحصحها بالمشروع اهدى واحكي شوي شوي
أول شيء شو اللي جابك على الفرع الساعة 6؟ هذا فرع سيد ويلو، فرع بيجي عليه بأي ساعة، بعدين واجبي بحكم عليه عمر كبسات على عناصري، بس ما هذا هو موضوعنا. طيب شو اللي صار بينك وبين العسكري؟ هذا العسكري بكل وقاحة احترامي سيدي. أهلين فايز، في شيء؟ إيه نعم سيدي، قالوا لي سيادة المقدم فاز على مكتبك وحابب أسألك سؤال قبل ما تفوتوا. سؤال؟ سيادتك طلبت مني أجمع معلومات عن العراقيين اللي فاتوا على البلد قبل شهر. فايز أجيل لي هالقصة، في عندي موضوع أهم. لا سيدي، هاي القصة ما بتتأجل. أو شو صاير؟ اللي صاير إنه العقيد أحمد قال لي لا لا تجمع معلومات، وأنا ماني عارفان شلون أتصرف. شو هالحكي؟ من وين لوين العقيد أحمد بيحكي معك هيك حكي؟ يعني أتصرف حسب القانون العسكري، ما هيك سيدي؟ معقول أنت يا فايز؟ لسه عم تسألني؟ أمرك سيدي، رح أقول لسيادة العقيد أحمد إنه وقت رئيس الفرع بيصدر أمر ما باخذ أوامر من رتبة أدنى، وإذا بتسمح يا سيدي تفهم المقدم رؤوف هذا الحكي، هو عم يشرح لك شو صار الصبح.